طبعا منافسينه رح يستغلوا الفرصة ورح يبلشوا يحكوا من تحت لتحت بالكواليس، لك حتى أقرب الناس لإله غدروا فيه. تعرفي لأبوكي ما بيتنازل بسهولة أبدا، بس هنن يلي ضغطوا عليه كتير مشان يقدم استقالته. اليوم رح يعقد مؤتمر صحفي وبده يعلن فيه انسحابه من الترشيح. ما وصل لهالشي بالسهل، صار له سنين عم يكافح. معقولة كل شي ينتهي بهالبساطة؟ ماما خلص بكفي. بعرف انه انتي مو مضطرة لتواسيني، بس على القليلة لا تكوني لا مبالية لهالدرجة، لانه انتي المسؤولة عن كل يلي صار. بعتذر منكن، لانه الشخص اللي حبيته ووثقت فيه خذلني. ألو؟ مين؟ أنت دقيتي لي؟ دقيت لك أكثر من مرة وأنت ما عم ترد على موبايلك. إيه كنت مشغول شوي. في كم شغلة بدي حاكيك من شانها. إيه تفضلي أنا عم بسمعك. لا مو هلا. أيمتى لكان؟ اليوم إذا أنت فاضي. ماشي، وين منلتقي؟ أنا بدقل لك وبخبرك وين، بس مو بمكان عام وما فيني اجي لعندك. تعالي انتي لعندي. ماشي، ببعث لك العنوان برساله. اتفقنا، انا ناطرك. مع السلامه.